اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه النافذه التي تاتيكم من المشاعر المقدسه ضمن تغطيتنا الخاصه بموسم حج هذا العام، حيث واصل حجاج بيت الله الحرام النفيره الى مزدلفه بعد اداء ركن الحج الاعظم من خلال الوقوف على صعيد عرفه. ويبيت الحجاج في مزدلفه ويقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويجمعون فيها الحصى برمي الجمرات في منى. واعلنت الحكومه السعوديه ان اكثر من 1,800,000 حاج أدوا الفريضة لهذا العام. فيما أكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل لسكاي نيوز عربية بأن الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مستقر، مشيرا إلى عودة أرقام توافد الحجيج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. وأرجع الوزير ذلك إلى استعداد الجيد لمواجهة المخاطر الصحية التي عكفت الجهات الصحية على دراستها ووضع مخطط متكامل لذلك. الحمد لله، الوضع الصحي للحجاج مطمئن، الوضع الوبائي والله الحمد مطمئن، يعني الحمد لله انتهت الجائحة ونعود لأرقام ما قبل الجائحة في الحج. هذه السنة مع دراسة المخاطر الصحية الحمد لله لا توجد مخاطر عالية بعد انتهاء الجائحة، ولم يوضع أي حدود للعمر، ورجعت الأعداد لما كانت عليه سابقا. لكن أيضا لدينا بالمقابل مخاطر صحية أخرى تتمثل بالنواحي الخاصة بحرارة الشمس. نقترب أكثر حول الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام من كافة القطاعات الحكومية، ويسعدني أن يكون معي هنا في الاستوديو المشرف على بعثة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير. مرحبا بك سعادة اللواء، ونسعد باستضافتكم على سكاي نيوز عربية. دعنا نتحدث أولا كمدخل لهذا اللقاء عن الاستعدادات، الخدمات التي تقدمونها أنتم في الخدمات الصحية أو الخدمات الطبية بوزارة الدفاع لحجاج بيت الله الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية نرحب فيكم وشاكر لكم على هذه الاستضافة سكاي عربية نيوز. الحقيقة بداية أود يعني أن أقدم الشكر لسيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين على نجاح بعثة الحج لهذا العام وبعثة الإدارة العامة للخدمات الصحية، يكون ذلك كله تنفيذا لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، سمو ولي عهده الامين، وسمو وزير الدفاع. الحقيقه الاداره العامه للخدمات الصحيه ممثله لوزاره الدفاع تقدم كل امكاناتها وكل تجهيزاتها وكوادرها من اجل خدمه ضيوف الرحمن كل عام، وهذا ليس غريب على الاداره العامه، ولكن كل عام ولله الحمد تزداد هذه الخدمات، تزداد جوده هذه الخدمات، وايضا تزداد مهنية العمل الذي يقدم لضيوف الرحمن بشكل جيد. نعم، ما نوعية هذه الخدمات سعادة اللواء التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام؟ هل هي على المستوى الإسعافي، تقديم الخدمات الطوارئ؟ هل هي ما أكبر من ذلك، العمليات الكبرى والمعقدة؟ ما نوع هذه العمليات؟ لا شك أنها أكبر من ذلك، هي الخدمات تقدم على ثلاث فئات: خدمات علاجية وخدمات وقائية وخدمات تثقيفية وخدمات تنسيقية، ما قبل الحج وأثناء موسم الحج وما بعد الحج. وهذه الخدمات من أجل استكمال الدعم مع القطاعات الصحية المختلفة في التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن. نعم، يعني بمعنى ذلك بأنكم لديكم أنتم في الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تقومون بما تقوم به المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، يعني بذلك العمليات الكبرى وليس فقط عمليات الإسعافية. نعم، على مستوى الخدمات العلاجية جميع المستشفيات في المشاعر المقدسة ومكة، سواء كانت مستشفيات ثابتة أو مستشفيات ميدانية عسكرية أو على مستوى مراكز إسعافية، تقدم الخدمات العلاجية المعقدة بما فيها عمليات القلب، عمليات الجراحة، العناية المركزة، التخدير، كل ما يتعلق له بالخدمات العلاجية الراقية في مستشفياتها، وليس فقط فيما يتعلق بالخدمات الإسعافية، إنما الخدمات الإسعافية هي عبارة عن جزء من ضمن الخدمات التي تقدم لله. طيب، أسمع كثيرا يعني في ضيوف متعددين من قطاعات حكومية يأتون هنا في على شاشة سكاي نيوز عربية يتحدثون من أن والله العمل التكاملي، الربط فيما بين الجهات، ماذا عنكم أنتم في وزارة الدفاع مع بقية الجهات الحكومية؟ نعم، استراتيجية الخدمات الصحية
للقوات المسلحة كاستراتيجية هي عمل تكاملي ودعم للقطاعات الصحية، ويأتي ذلك أثناء التخطيط المبكر ما بعد شهر رمضان المبارك مع جميع القطاعات في معرفة عدد الحجاج المتوقع، آلية نشر المراكز الإسعافية، نوعية الخدمة التي تقدم، كل ذلك ضمن خطة عامة تسمى الخطة الصحية الوطنية لله الحمد. طيب ماذا عن استخدام التقنية في الخدمات الطبية والخدمات الصحية المقدمة؟ في هذا العام الحقيقة الإدارة العامة للخدمات الصحية تميزت أيضا بزيادة نوعية ومهنية في خدماتها، من ضمنها الطب الاتصالي وهو التنسيق مع المستشفيات المرجعية في حالات الاستشارات المعينة، نقل الإشاعات الخاصة بالمرضى في حالات مثلا معقدة وفي حالات لا قدر الله تدافع أو حالات حوادث معينة، نأخذ الاستشارة عن طريق الطب الاتصالي مع المستشفيات المرجعية. إضافة لذلك لدينا أسطول متكامل من الإخلاق الطبي الجوي بالتنسيق مع الهلال الأحمر في نقل المرضى على مستوى داخل المشاعر، على مستوى مستشفيات مكة المكرمة وأيضا المستشفيات المرجعية في كل من مستشفى الهدى المرجعي التابع للقوات المسلحة، مستشفى الملك فهد بجدة ولله الحمد. إيش المقصود سعادة اللواء بالطب الاتصالي؟ الطب الاتصالي هو عبارة عن تنسيق وما يسمى بالفيرشوال كلينيك أو العيادات الطبية الاتصالية. نعم، لدينا مجموعة من الأطباء في المستشفيات المرجعية على ستاند باي أو على أحبة الاستعداد في حال استقبال أي حالات معقدة، يعطون الرأي الطبي والعلاجي في هذا المجال. طيب كسؤال أخير سعادة اللواء، ما هي نصيحتكم التي توجهنا من خلال الخبرات التراكمية لديكم أنتم ومن خلال أيضا أكثر عمليات التي تباشرونها كتقديم خدمات طبية لحجاج بيت الله الحرام؟ أولا نبارك لحجاج بيت الرحمن أو حجاج الرحمن القادمين الذين وصلوا إلى المشاعر المقدسة، وبحكم أننا الآن نعيش في فترة الصيف أو الحج في فترة الصيف، يعني نقدم نصائح للحجيج بأن لا يتعرضوا لضربات الشمس، أن يعني لديهم يعني الكشف المبكر على حالتهم الصحية، مباشرة مراجعة المستشفيات في حالة وجود لا قدر الله أي طارئ، أيضا شرب الماء بكثرة، أيضا البعد عن الأغذية الملوثة، الاهتمام بالصحة العامة والنظافة بشكل عام. نعم، ونتمنى لهم حجا آمنا ونعود بكل صحة وسلام. شكرا لك سعادة اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير المشرف على بعثة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع لحج هذا العام، كنت ضيفا معي في هذا. شكرا لك. سعيد بوجودنا. إذن أعزائي المشاهدين، نهاية هذه النافذة هنا من مشعر منى، عودة إلى كارولينا ومتابعة بقية الأخبار. إليك كارولينا.